بالاكيله في كل مكان، الاكيله بجد نص نص. لا، في حلقه زاكس ده مطعم في 6 اكتوبر بيعمل كل حاجه بالفراخ المذبوحه في يوميها، مفيش حاجه مجمده. واساسا احنا جايين عشان الفكره دي، تعال نشوف ايه الفكره دي والافتكاسات دي ونستمتع بالحلقه مع بعض. دخلت على النت على جوجل كتبت هاو تو ستارت ريستورانت، ازاي اعمل مطعم، ازاي اعمل مطعم على جوجل، على جوجل عادي جدا. هو المفروض ان المكونات متكرره، الساندويتش بتاعه مش ممكن تاكله من غير ما تهطل على نفسك يعني. حسن ابو ذكري صح؟ مظبوط. انتوا ليكم علاقه بالسوبر ماركت؟ مظبوط. مظبوط. اوكي. فكره المطعم جت منين؟ والله احنا انا اصلا يعني عندي شركه ادفرتايزنج، بس بنعمل كولد كولينج لناس بره مصر يعني في استراليا وكندا. بتعمل ايه؟ كولد كولينج يعني بنكلم عملاء بره مصر في استراليا وكندا. فبعد التعويم طبعا حصل مشاكل كتير في الكاش فلو بسبب الكرنسي والكلام ده. فاخويا الصغير جه عرض عليا فكره، قال لي ايه رايك نعمل مطعم. فاحنا ما عندناش اي اكسبيرينس في الفود اند بافرج، عندناش خبره في الاكل، عنديش اي خبره بتاتا. بتجرب فيا دلوقتي؟ دخلت على النت على جوجل كتبت هاو تو ستارت ريستورانت، ازاي اعمل مطعم، ازاي اعمل مطعم على جوجل، على جوجل عادي جدا. انت بتكلم عربي مش بتعرفش ترجم عشان الناس بتزعل. دخلت على النت كتبت ازاي اعمل مطعم، دخلت شفت ناس كتير كاتبه ازاي بداوا الاكسبيرينس بتاعتهم دي وازاي بدأوا يمانج الموضوع from A to Z بالظبط. شفت الموضوع ماشي ازاي وايه المشاكل اللي بتواجه الناس في البداية. انا عشان انا راجل بتاع ماركتنج اصلا، فانا كنت عارف ان انا شغلتك التسويق، فانا كنت عارف ان انا هعرف اجيب الناس المكان بتاعي لما اخلق product interesting، يعني لما اخلق حاجة الناس بالظبط. انا هشغلها ترجمة ما تقولي حسن، لما اخلق منتج، لما اخلق منتج يعني الناس كلها اول مرة تشوفه ونفسها تبقى عايزه تدوق يعني. اخويا اتكلم معايا وبدانا فعلا بدانا نجرب ريسيبيز يعني وصفات على النت واحده واحده. جبنا حوالي 20 ريسيبي لل 20 وصفه للفرايد تشيكن او الفراخ المقليه اللي احنا بنشتغل فيها اساسا. انت قررت ان انت تشتغل بالظبط بالظبط. بدانا احنا قلنا يعني هنخلي حاجه واحده بالظبط عشان نقدر نخليها توب، يعني مفيش حد يبقى احسن مننا. يعني احنا بيبقى جنبينا منافسين بقالهم كتير جدا في الفرايد تشيكن، بس الناس بتشتري منهم مثلا كول سلو وتيجي عندنا تاكل فرايد تشيكن. الفراخ المقليه، الفراخ المقليه. فعملنا حاجه، عملنا ريسيبي او وصفه ممتازه جدا. لما بتتحط في الساندوتشز الناس فعلا بتحس بالفرق بيننا وبين اي فراخ. الوصفه دي انتوا خدتوها من النت؟ من النت، بس جمعنا حاجات مختلفة يعني ظبطنا حاجة يعني على اللي احنا بنقدر نعمله. جبتوا شيف مثلا؟ جبنا شيف في الأول، بس ما التزمناش باللي هو كان عايزه، لأن الريسيبي أو الوصفة اللي هو كان عاملها لنا ما كانتش عاجبانا ولا عاجبة الناس. طب بس عايز أقول لك حاجة وما تزعلش، أكيد يعني. طبعا أنا حاسس إن الانفستمنت أو
الاستثمار قليل في المطعم نفسه. تمام. في المطعم نفسه قليل قوي يعني. أكيد. بص يعني اقل شويه من احنا بص احنا اللي حصل ايه بالظبط؟ اللي حصل ان احنا الانفستمنت الاساسيه اصلا كانت مبلغ قليل قوي، مش بيفتح مطعم، لا ما يشتريش اصلا فراير. الانفستمنت الاساسيه اللي كانت في الاول دي كانت 20,000 جنيه، وده رقم ما يعملش اي حاجه في اي حاجه يعني. بس المحل كان اوريدي عندكم. المحل اوريدي عندنا بالظبط. طب ال 20,000 جنيه دول انت عملت بيهم ايه؟ عملت بيهم ايه؟ بدات حضرت ريسبي، اشتريت فرايرز عاديه، حاجات قليله خالص. جهزت المكان عندي لان انا عندي كيتشن فوق، جهزته تجهيز بسيط جدا وبدات ابيع. فانا بعمل انوفيشن او بزو يعني بزود بجدد المحل من الفلوس. من الفلوس بالظبط. فاحنا انت مبتديها ايه يعني؟ فاحنا الحمد لله بقينا دلوقتي. طب ايه بابا ما ساعدش في حاجه؟ طيب لا والله بقى يعني انا والدي بالظبط عامه ما بيساعدش في الشغل. اللي عايز يشتغل بيشتغل مع نفسه. المنيو بقى عندنا في الساندوتشز كلها يعني كلها اختراعات بالظبط. وكل فتره يعني احنا الشهر الجاي بنعمل 2 ساندوتشز جداد باختراعات جديده خالص. يعني احنا بنفضل نجدد من نفسنا وعايزين نعمل الزاكس مش هيبقى حاجه واحده او مش هيبقى مثلا عايزه تبقى براند مثلا. فانا عامل زاكس يعني انا كنت في الاول على الفيسبوك مسميه مثلا زاكس فرايد تشيكن، انا شلت فرايد تشيكن بحيث ان انا لما ان شاء الله الدنيا تبقى تمام واعرف ادخل سيستم كويس عندي في المكان والنظام بتاعي يبقى ماشي. ما تبقاش قافل نفسك على الفرايد تشيكن. بالظبط على الفرايد تشيكن اغير بس في توتالي يعني او في مكان مختلف تماما، يبقى ستيكس وجريل مثلا، مكان مختلف تماما يبقى ايطاليان وهكذا. بس يبقى كل حاجه انا مثلا في الفرايد تشيكن المكان ده بيعمل فرايد تشيكن بس، بحيث ان هو يعمل فرايد تشيكن زي الفل. احنا هنجرب خلاص يعني. انت تقول اللي انت عايزه. خلاص انا هجرب واقول رايي بصراحه. اكيد. طيب اوكي، انت بتشتغل صدور ولا ورايك ولا ايه؟ كله صدور وكلها ذبح اليوم، مفيش اي حاجه بتبقى مجمده. انت بتجيب الفراخ فريش فراخ فريش كلها، حتى البيكلز الخيار المخلل كله بيتعمل في يوميها يعني. مفيش خيار مخلل محتاج يقعد. ممكن اقول لك ازاي بيتعمل في يوميها؟ سر يعني. سر. طيب اوكي ماشي. بيتخلل في نص ساعه. نص ساعه؟ نص ساعه. ايه بتحط عليه حاجه يعني؟ لا مش بحط عليه حاجه حضرتك، ولا اي كيميكال خالص. ميه سخنه. اوكي. بس شفت فعاستك ازاي؟ طيب يلا ننتقل الى الفقره المهمه. تمام. وهي فقره الهمم. احنا اخترنا ساندوتشين عندهم، واحد اسمه رانشر، ده بصوص الرانش موجود عليه سلامي والفراخ المقليه حتتين وطماطم وخس وكده وصوص الرانش. والتاني اللي هو البيج زاك، ده حاجه كده ايه محتاجه بطل اولمبي عشان يعرف ياكله. المهم هما بيعملوا حاجه ظريفه بيعملها مطاعم كتير، وان هو بيحط لك جوانتي جوه ال جوه السيرفيات او يعني المناديل بتاعه ايوه. بس هو الهوا طبعا حاج امشير عامل معاه عامل معانا عمايله، انا مش عارف البسه ازاي. بعد العمليه الجراحيه عشان نلبس الجوانتيات في الهواء، تعالوا نبتدي ناكل بقى. الاول عايز ادوق الكولسلو. حلو
قريب من الكولسلو المسكر الخفيف بتاع مطاعم الفراخ المعروفة. ندخل بقى على هذا العملاق. عجبني الخلطة. طبعا دايما تحط البطاطس تحت الساندويتش عشان اللي يقع بعد كده تاكله انت مع البطاطس يعني. عجبني خلطة الطعم اللي في البق ما بين الحاجات الكتير اللي حطيناها بالرانش. رانش ده اصلا صوص بتاع سلطه، فعشان تحطه مع الفراخ والسلامي وكده فكره حلوه مش بطاله يعني. الكرانشي بتاع الفراخ معرفش دي مقصوده ولا لا، بس الكرانشي بتاع الفراخ زياده سنه يعني، القرمشه شويه زياده، ما اعرفش دي مقصوده ولا جت معاهم كده، بس هو الطعم عجبني عشان انا بس اقول الحق يعني. طبعا مستحيل انك تاكل من غير ما تهطل وتبهدل نفسك يعني. مبدئيا ان انت تمسك منديل دي فكره حلوه جدا. نيجي بقى لهذا العملاق اللي انا مش عارف هو بيتاكل ازاي يعني. الحجم ده هو اوريدي ماسكه بخله كبيره شويه او خشبه لانه ما يمسكش نفسه هيقع. ده بقى يخش البق ازاي والله ما عارف يعني. انا هحاول اضغطه. اللي مضايقني ان انا مش قادر اخد قطمه فيها كل حاجه. انا طبعا مفيش حد بقه يتفتح لده كله، فانت بتاخد نيبلز كده قطمات صغيره من الجنب، دي فيها دي فيها كذا ودي فيها كذا، مش قادر اخد قطمه فيها كل حاجه. طب انا عندي فكره، هو المفروض ان المكونات متكرره، فتعال ندوق نصه عشان يبقى عندنا كل حاجه بقنا فعلا. هو ساندويتش غني جدا. ما زلت عند رايي ان الكرانشي زياده شويه، بس غالبا بقى هم عاملينها قصد، بالذات دلوقتي انه بقى في ناس تحط الحاجات دي من غير ما نعمل دعايه يعني، تحط الحاجات دي جوه ساندوتشات. دي جواها كمان اونيون رينجز مش بس الفراخ، واونيون رينجز من اللي انا بحبه اللي هو البصل بجد مش الاونيون رينجز البودره. لما اكلت بقى نصه اللي هو المكونات متعاده، لما اكلت نصه استمتعت بيه اكتر. الساندوتشين حلوين قوي، في فكر، في مخ كده، في افتكاسه، في اضافات منطقيه عامله طعم حلو. لا يعني انا مبسوط، ومبسوط كمان ان هم مختارين بطاطس رفيعه بيبقى طعمها في القليه احلى بكتير. طب تعالى نحلي بقى ونلم التجربه كلها على بعض. نيجي بقى لاخر حاجه هندوقها النهارده وهو البروكيز، اللي هي براونيز وعليها كوكيز وعليها شوكولاته صحيحه من فوق. هي بتتاكل كده من غير شوكه وسكينه. عايز اوريها لكم بس من الجنب كده. هي
لعاشقي الحلويات ده هيبقى حلو قوي. نقله طبعا غالبا هتضربهم هم الثلاثه. انا بالنسبه لي السكر عالي شويتين ما بين الكوكيز وما بين الشوكولاته السايحه اللي من فوق زياده حبتين يعني. بس طبعا هي فكره حلوه وجديده، وبرده لما تبقى ايه لهلطت كل انواع الاكل اللي انت اكلته وتيجي تحلي في الاخر كده بحاجه صغننه حلوه لذيذ يعني. تعالوا نقول الاسعار بسرعه. ده ب 15 الساندوتش الدبل الكبير ده اللي هو اسمه دبل زاك ولا اسمه بيج زاك، ده برده ب 53 بالبطاطس والكولسلو. والساندوتش الثاني اللي هو الرانش ب 41 بالبطاطس والكولسلو. ده الاسعار. تعالوا نلخص بقى الموضوع. في فكره حلوه، هو راجل زي ما قال عمل ريسيرش وقعد يجرب وكده، ويعني الفكر حلو. التنفيذ لما قعدت اتكلم معاه هو ركز الصرف بتاعه في المطبخ والتسويق، وده ليه سبب، ان هو معظم شغله ديليفري، يعني هو بيعمل شغل كتير قوي 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 ديليفري. وطبعا انت لما تبص على الساندوتشات تفهم ليه، لان انت الساندوتش بتاعه مش ممكن تاكله من غير ما تهطل على نفسك يعني نو واي. فطبعا ربك حليم ستار، فانت احسنك تاخده في البيت وتلغ زي ما انت عايز، تلبس بافيتا واعمل اللي انت عايزه. ولكن عنده هنا جوه في القاعه عنده شويه ترابيزات صغيره كده، لما بيبقى جروب بيحطها طول واحد اللي هي الترابيزات دي والكرسي اللي انا قاعد عليه، يحطها واحد والجروب بيقعد مع بعضه. هو مش صارف على القاعه، وانا شرحت لكم ليه، لان هو 90% من شغله في الدليفري، فمش مركز، مش صارف قوي على القاعه. انت لما تيجي وتدخل المطعم كزائر هتحس كده ان هو يعني بور شويه، يعني مش صارف يعني. هو الراجل قال لك انا ببتدي ومبتدي بمبلغ صغير، فبالتالي كان ركز، لازم اركز على اللي بيجيب لي الفلوس اللي هو الاجهزه والمطبخ والكلام ده كله والفكر. ما هو دي النقطه بقى اللي عجبتني في الموضوع، ان انت ممكن يبقى عندك فكره حلوه وما عندكش فلوس كتير وتبتدي صغير وتكبر. طالما عندك القدره على تسويق هذه الفكره، انت ممكن يبقى عندك فكره حلوه وبتعملها حلو قوي وما تشتغلش، مش عارف تسوق. الراجل ده لانه اصلا خبير تسويق فلعبته انه يسوق، عرف يعمل ده. يعني عايز اقول لكم ان جت الساعه 2:30 هجم، حصل هجوم كده بقى الشباب وبتاع، عشان كده احنا بناكل بره، مطعم صغير ومفيش امكانيات قوي كقعده، فاحنا قاعدين بناكل بره في التشراس ولا مؤاخذه. انما يعني لازم اشجعه، لازم اقول برافو ان انت عرفت تعمل بمبلغ صغير. طبعا هو الحظ خدمه ان المحل كان موجود، فانت ممكن لو انت عندك فكره ومبلغ صغير تشوف حد عنده محل وتشاركه، عشان بس نعمل نفس التوليفه يعني. صرف حلو على الامكانيات بتاعته، سوري على المكونات بتاعته، ان انت بتاكل كل سندوتشات فراخ طازه مش فراخ متصنعه. مزايا كتير طبعا. انا عندي يعني عندي تحفظ على البيج زاك لانه ما تنفعش تاكله، يعني هو حجمه امبرسيف طبعا ويشد الانتباه ياه، بس افتح بقك بقى، دخل كل ده جوه بقك، فانت غالبا هتعمل زي ما انا عملت، هتضطر تفصله وتاكل نص فوالي لوحده ونص تحتيه. وعشان كده تلاقي ان هو معظم العملاء بتوعه من الشباب اللي هو يحبوا الزروطه، يعني انت لما يجي راجل وقور كده وست وقوره تلبسها جوانتيات تقول له ذروت يا معلم، حتى لو الطعم حلو مش هيبقى مستكيف قوي يعني. والتعليق الاخير وهو غالبا عاملها قصد، هو ده الريسبي بتاعته او الوصفه بتاعته، ان الكرانش بتاع الفراخ شويه زياده، يعني التحميصه شويه زياده، بس هو غالبا هو عاملها قصد لان هو موجوده في كل ساندوتشات. يلا كده انه وصلنا لاخر حلقتنا من النهارده. دي فكره حلوه، يجيب معاه بافيتات زي الجوانتيات البلاستيك، يجيب بافيتات بلاستيك، حلوه الفكره دي. يلا نشوفكم في حلقه تانيه من الاكيل.